كابتن احمد، يعني النهارده كابتن احمد رؤوف لعبت كام سنه في النادي الاهلي؟ لعبت سنتين. تقدير من النادي الاهلي انك تكون موجود، والنادي الاهلي بيعتبرك ابن من ابنائه، حتى لو لعبت اليوم واحد تكون موجود في قطاع الناشئين وتاخد فرصتك كامله وتكون موجود في الفرق. لا بصراحه لا، انا والله يا كابتن اسامه، انا بعد ما يعني تولي الكابتن خالد بيبو وبعد ما عرفت ان انا موجود، طبعا انا بشكر طبعا الاب الروحي لينا طبعا كابتن محمود الخطيب طبعا، وبشكر كابتن خالد بيبو على ثقته طبعا الكبيره في احمد رؤوف، وان شاء الله ربنا يقدرني واقدر برضو اكررها تاني وتالت وعاشر ان انا اقدر اعمل حاجه. بصراحه كابتن خالد بيبو الشخص لا بيتعب يعني، بصراحه مش عاوز اقول لحضرتك كابتن اسامه، مجهود غير طبيعي، مجهود جبار من اول اليوم الصبح لحد اخر اليوم موجود في القطاع شغل. ربنا ان شاء الله يكافئه في القصه دي، ان شغل 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 وحمل جامد قطاع الناشئين في النادي الاهلي، حمل جامد. اصل خباك مسؤول من مش من فرقه واحده، يعني هو مسؤول عن 2006، تتكلم انت النهارده مسؤول عن براعم براعم وفرق وفرق وملاعب وفرق قطاع وملاعب واجهزه طبيه واجهزه اداريه. لا الموضوع موضوع كبير، موضوع كبير. بتتكلم عن الكابتن خطيب وبتشكره معانا، كان امبارح في المؤتمر، كنت المفروض ما بعت لي دعوه امبارح ان انا ابقى موجود، بس انا خلصت تمرين الساعه 6 فما لحقتش تروح. كان بعت لي الدعوه وكنت موجود في احتفاليه العشره طبعا. الاب الروحي لينا كلنا بصراحه، دايما النادي الاهلي ما بينساش ابنائه يعني، وكابتن احمد رؤوف يعتبر واحد من ابناء النادي الاهلي.